كنت في لو بوا برسك 100 كيلو دونك ديسيديت كنشوف نوتريسيونيست لقيت وحده حتى عندها لاكابين ديالها ايتو خدات لي ميجور ديالي خدات لو بوا وكلش عطات لي ان ريجيم قالت لي نعطيك ان ريجيم اللي راح تبردي به في لو موا برسك 6 كيلو جيتي داكور حاجه الاولى ما دومونداتش مني البيلون جينيرال اسك ما سقساتنيش دار عندك لانيمي ولا لا لا الوغ عطات لي كانت شاك 15 جوغ تبدل لي البروغرام هذاك ومبيها شاك 15 جوغ 6 موا على البروغرام هذاك فيه 3 في هذوك لي في فيهم 3 جوغ ونعاود نرونوبل هذاك البروغرام مي بصح كانت حاجه قلت لها انا بلي انا نونطريني دونك في البروغرام ديالي واش دارت لي غير لي سالاد عفايس هكا ديتوكس في البروغرام هذاك ما عطاتليش بروتيين وهذا الشيء اللي خلاني في لونطريمون نعيا ما نقدرش ما نريكوبيريش ما نطلعش في لاماس مسكولير ميم ما لقيتش جوغ ريزولتا ما شينتش كان لو كور تاعي مستاغني حمية غذائية دون تحاليل طبية اتبعتها هذه الأخيرة التي كانت تعاني من مرض فقر الدم. دونك هلكتني درت عندها برسك دو موا ما شينتش قعد لو كور تاعي مستاغني يا ربي هبط واحد الكيلو برك اون بليس ما قدرتش نتبع الريجيم تاعها باسكو كان ستريكت بزاف وثاني قلت لك على لو فير ما عطاتليش انا لو فير تاعي بدا يهبط بزاف وليت ندوخ وليت كي نمشي ندوخ ولا كي نطلع راسي هكذا ندوخ ولا كي نجي نونطريني ونوض هكا نهبط ونوض ندوخ خلاص جوغ لو كور تاعي عيا ما كانش يخسر في الفات ديالو في الدهون ديالو كان يخسر في كيما نقولوا في لا سونتي كانت تروح لي في لا سونتي زادت بيان سور الحق الستوك تاعي تاع الفيريتي من 2 كانت 7 ولا 2 كي رحت للميدسان قالت لي ماشي نورمال قالت لي ماما كيش تمشي قلت لها بلي درت ريجيم ستريكت ولا اخر قالت لي نورمالمون تسويفي قبل على الانيمي ديالك